الفنانين هم أبرز العراقيين حساسية، وبالضرورة بسبب هذه الحساسية هم منتمون أيضا لأطراف أخرى، فهذه شكل الضغوط كبيرة جدا على الفنان العراقي. أنا طبعا لا أستطيع أن أتذكر، أنا رجل غير منتمي، لم أنتمي حزبيا، ولذلك لا أملك هذه التجربة إلا كمراقب، لكن هي الحقيقة لم تشمل هذه الضغوط فقط الفنانين والكتاب السياسيين، إنما شملت جميع العراقيين، وربما أصابت بالضغوط الأفراد العزل مثلي أكثر مما أصابت المنتمين. المنتمي ظل عنده إحساس بالحماية، الفرد الأعزل لا حماية له. هذه الضغوط ليست لها، وهذه قضية جدا مهمة عند العراق، ليست لها مردودات أو بدائل، يعني هي ضغوط تواجه الفرد أشبه بالأقدار السوداء، فما في حل إلا الهرب. احنا خرجنا، خاصة جيلي، ابناء جيلي معظمنا خرجنا الى بيروت في 68 بعد الانقلاب الاخر اللي حدث بعدين، وبقينا سنوات الى ان الوضع الاجتماعي والسياسي وجد راحته بالسبعينات الحقيقة 72 مع قيام الجبهة الوطنية. الجبهة الوطنية، يعني البعثيين حينما جاءوا للسلطة جاءوا بعقدة ذنب كبيرة واحساس انه يجب ان يجدون صلة وصل مع الحياة الثقافية ومع الناس، فكانت الحياة فيها شيء من الرخاء، ورجعنا إلى العراق. لكن مع الأيام طبعا حينما استلم النظام بيد مطمئنة وحديدية، مطمئنة أولا، بدأت تصبح هذه اليد حديدية مع الأيام، وبدأت تمارس نفس الأشياء.